موضوع الفايلر مع الاهلي وقبليه كارترون مع الزمالك، انا ما بفهمش المدربين. يعني ممكن كارترون اقول لك في فلوس كتير قوي جات له فخلاص خد الشرط الجزائي، يعني حقيقه ادبيا لا يعني ما ينفعش، خصوصا ان انت عامل زي ما قلت قبل كده رايح لبطوله افريقيا ودي ما بتحصلش كتير، فكان ادبيا كان ممكن يقعد. فايلر انا مش فاهمه، اللي يعني متمسك جدا انه يروح ياخد اجازه وعايز يرجع تاني، حاجات يعني ما شفناهاش في الاحتراف وما بتسمعش عنها في اي حته في العالم، ان يعني انت في وسط موسم وعندك بطوله افريقيا وسيمي فاينل روما، اصلا لازم اخد اجازه في الوقت ده تحديدا. يعني الاهلي قال له خد اجازه دلوقتي في نص في اخر 9 وتعالى في 11، لا انا عايز من 11 اللي هو فيه الشرط الجزائي او عدم شرط جزائي ان هو يجي او ما يجيش. الاهلي توقيت مريب جدا، توقيت مريب جدا وتوقيت عجيب، وزي ما قلت على كرتون يعني افتقد المجد الادبي او المجد الافريقي. كمان فايلر نفس الكلام، ان ازاي راجل لعبت السنه كلها وخدت الدوري ووصلت لافريقيا، عندك ماتشين توصل فاينل وتسيب ده كله عشان جاي لك مثلا عقد من بلجيكا ولا عقد. مع احترامي الشديد الناس دي الاهلي والزمالك بيكبروهم قوي وبيخلي لهم شكلهم محترم، بس هما بيقدروش القيمه دي غير لما هيمشوا وهيعرفوا ان هما غلطوا بشكل كبير. فايلر قبل الاهلي ما في افريقيا يعني وصل، ما فيش حاجه ده عارفه، واحنا حتى الاهلي انتقد بشكل كبير مين فايلر اللي جايبينه يعني. فالانديه بتاعتنا هي اللي بتكبر وهي اللي بتعمل اسم، والناس دي بتخسر لما تمشي. مفيش حد مشي من الاهلي والزمالك ونجح في اي حته، دايما بينجح عندنا احنا ويكبر وبياخد فلوس كتير قوي في الانديه العربيه والخليج وما بيعملوش حاجه، وتلاقيهم راجعين تاني عايزين يرجعوا تاني. فانا شايف ان اكيد فايلر هو الخسران يعني.